السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في قناتي. تعالوا مع بعض نتعرف بقى هنعمل ايه النهاردة. زي ما انتوا شايفين معانا سمك سنجاري، هنحط هنا معانا بصل متقطع شرايح وفلفل الوان، فلفل رومي، وفي الارضية هنا كده هحط بطاطس شرايح. طبعا معانا هنا السمكية، انا فتحتها كده اهو بالشكل ده زي ما انتوا كده شايفين. كل اللي انا عملته جبت راس توم كده كبيره وفرمتها وحطيت عليها كمون وملح من بره ومن جوه اهو زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين السر معانا هنا بقى، ايوه، الخلطه بتاعت المحشي انا حطيتها كده اهو من جوه، بتدي طعم جميل وجديد. جربيها ومش هتندمي، او تغيير برضو. حطيتها كده اهو كده زي ما انت شايفين. وهنبدأ بقى نحط عليهم شوية زيت، وحطيتها تحت الفرن يعني في الاول. وخلاص كده اهو بقى ده شكلها بعد ما استوت، وهوريكو دلوقتي البطاطس اهي استوت خالص اهي معانا، وهوريكي كمان اللحمه بتاعت السمك خلاص ما شاء الله هي مستويه معانا. بصي جميله ازاي. وهنبدا بقى نحطها من تحت الشوايه. احاول بس اظبط لكم الاضاءه عشان تبقوا شايفينها كويس. دي كده شكل الصينيه معانا، ويا رب الفيديو بتاعنا النهارده يعجبكم. انا كده بس حطيتها من تحت، ولسه هبدأ احطها من تحت الشواية وهوريكم شكلها. وهقدم معاها سلطة بابا غنوج، طبعا انا عملته معاكم في القناة بتاعتي، واللي يحب يشوف الطريقة انا عاملها بالتفصيل. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك، لو انت اول مرة تشوفيني ياريت تشتركي في القناة، يسعدني جدا. ومرسي قوي على تعليقاتكم الجميلة. وده كده شكل السنجاري معانا بعد ما طلع من تحت الشواية. وما تنسينيش في اللايك، وشرفتوني، ويا رب الفيديو بتاعنا النهاردة يكون خفيف على قلوبكم ويتعجبكم وصفتي واكلتي النهاردة. قناتي مش بس عشان بقدم اكل عادي، لا، ممكن تكوني محتارة تعملي اكل ايه النهاردة، فانا بديكي افكار تعرفي ممكن تعملي ايه النهاردة. ادخلي على قناتي شوفي اكلات ممكن تكوني نسيتيها او بالك كتير ما عملتيهاش. دي اكلات مصرية، يشرفني طبعا وجودكم، ويا رب الفيديو يكون عجبكم وما تنسونيش في اللايك.